كل شيء سهم عشرة ديالكم عادي الحام إن شاء الله العام الجاي تجوا تاكلوا الحام هنا وديروا العصير إياه يلا لنا واحد الأونلي الله يرضى عليكم كل شيء من بعد على هذه الشجيرة يلا كل شيء أكبر إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. محمد طبراني عضو جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع مراكش. احنا هنا اليوم في إطار الشراكة مع وزارة التربية الوطنية وفي البطولة الوطنية المدرسية لرياضة الرجبي. دونك احنا كجمعية بيئية نقوم بتأطير الشباب هنا المشارك في هذه التظاهرة الكبرى فيما يخص البيئة والحفاظ عليها وحمايتها. النشاط اليوم اللي قمنا به هو نشاط ديال الغرس، غرس الأشجار التي تلائم المنطقة مثل غرس أشجار الحامض، أشجار الكرموس، أشجار الزيتون. وقد شارك تلاميذ وتلميذات في غرس هذه الأشجار وتكفلوا ب يعني بالعناية بها. إذا نشكر اللجنة التنظيمية ونشكر مديرية الارتقاء بالحياة المدرسية على تعبئتها وعلى مشاركتها يعني الفعالة وحضورها الفعال في تنشيط هذه الدورة الاستثنائية التي تدعم البيئة وتدعم يعني كل من يساهم في الحفاظ على البيئة. وشكرا. شكرا لمجلس الجماعي لسيدي يوسف على البادلة ديالو والمحافظة على البيئة. وتبارك الله عليكم نديروا واحد الأونلي باش تكمل الشجرة.